أعود إلى الأستاذ إيناس زايد من عمان، المستشارة القانونية في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان. أستاذ إيناس، مرحبا بك. مرحبا بكم ومساء الخير لكم جميعا المشاهدين. أهلا بك أستاذ إيناس. في تقرير لمنظمة اليونيسيف يقول أن أطفال العراق تعرضوا للعنف بشكل لا يمكن تصوره، يعني عرض العديد من الدول من ضمنها العراق بسبب الحروب. من وجهة نظرك، لماذا تستمر معاناة الأطفال رغم انتهاء العمليات العسكرية؟ نعم، يعني معاناة أطفال العراق من وجهة نظري هي غير مرتبطة بالعمليات العسكرية بقدر ما هي مرتبطة بوجود إرادة سياسية لتحسين أوضاعهم. أطفال في العراق يعانون على كافة الأصعدة، على صعيد الافتقار لأدنى مقومات الحياة الكريمة، الافتقار إلى التعليم، إلى الرعاية الصحية، وإلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب. أيضا هناك الآلاف من الأطفال ممن فقدوا يعني منازلهم، و ايضا فقدوا طفولتهم جزاء تعرضهم للمشاهد المروعه اثناء النزاعات المسلحه ومشاهد الدماء. ما يزال هناك اطفال مهجرين في العراق يرتعدون من البرد وتغرق خيامهم جزاء الامطار. ايضا هناك تفشي للامراض المعديه بينهم مثل الامراض الجلديه والامراض المرتبطه بنقص الغذاء، وهذا كله يعني لعدم يعني يقابل عدم الالتفات لهم من قبل الحكومة أو من قبل أطراف النزاع التي شاركت في العمليات العسكرية. لا يوجد هناك أي اهتمام إلى هؤلاء الأطفال، لذلك من وجهة نظري لا يرتبط وضع الأطفال المأساوي في العراق اليوم بالعمليات العسكرية، وإنما بانعدام الإرادة السياسية من أجل تحسين أوضاع هؤلاء الأطفال. منظمة أنقذوا الأطفال البريطانية تقول إن أكثر من 100,000 رضيع يموتون سنويا بسبب الحروب، من بينها العراق طبعا. أوضاع الأطفال في العراق الرضع في هذه الإحصائية، يعني هل فقط الحروب وحدها هي سبب موت الرضع في العراق؟ سبب موت الرضع هو ليس الحرب يعني وحدها، هناك نقصان الرعاية اللازمة لهؤلاء الرضع. ما يزال هناك مناطق في العراق يعني ممن هدمت الاعيان المدنيه فيها، لا يوجد فيها اي مستشفيات او مراكز طبيه، جميعها دمرت بفعل القصف العشوائي الذي طال كل ما هو على الارض. ونحن يعني كمرصد اورو متوسطي قد استنكرنا اكثر من مره الضربات التي قام بها التحالف الدولي والتي استهدفت المستشفيات، وهذا الامر نجد اثره اليوم من خلال انعدام الرعاية الصحية والصحية اللازمة للأطفال الرضع الذي يعني جراء هذا النقصان يموتون أو يتعرضون للموت. الحروب ليست هي وحدها التي تساهم في هذه الانتهاكات، إنما أيضا الافتقار إلى الرعاية الصحية اليوم هو أيضا سبب رئيسي في هذه الإحصائية الكبيرة. وكالات حقوقية غربية تقول إن القوات العراقية لا تلتزم بقواعد الاشتباك في أثناء العمليات العسكرية، وهو ما يوقع ضحايا من الأطفال. ألا يعد ذلك جريمة حرب يجب معاقبة فاعله؟ القوات العراقية وحلفائها ارتكبوا العديد من المخالفات والانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني فعليا. يعني تمثلت هذه الانتهاكات بشكل أساسي يعني المخالفات على حدة التمييز بين المدنيين والعسكريين، التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، وهي قواعد نصت عليها اتفاقيات جنيف 4. لذلك يعني نرى مدنا اليوم مدمرة بشكل كامل، ويعني مثل مدينة الموصل التي طال الدمار فيها ما نسبة 80% من الأبنية. هذا الأمر عدا عن استهداف الأشخاص أو المدنيين الذين راحوا ضحية هذه الضربات العشوائية، والذي كان معظمهم للأسف من الأطفال. هناك ما زال ضحايا لغاية اليوم تحت الأنقاض. هذا بالتأكيد يعتبر جريمة حرب، ولا بد من مساءلة كافة الأشخاص المتورطين والمسؤولين عن هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة. من عمان، المستشارة القانونية في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان الأستاذة إيناس زايد، شكرا جزيلا لك.